بس ايه ما تدلي تعالي. عندها جنة المأوى، الجنة هي دار الحبور والسرور، ينسى فيها المريض مرضه والمصاب مصابه والفقير فقره والمقهور قهره، ليس فيها هم مال يجمع ولا مرض يزول ولا سجن يطول ولا بيت يبنى ولا ولد يشفى ولا عدو يخشى، ليس فيها كربات بل فرحة ومسرات، ينسى الدميم دمامته والمعوق إعاقته والمشوه قباحته، وقد صارت وجوههم أنوارا وأبدانهم أطهارا، وأول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. الحديث عن الجنة لا ينتهي والأوصاف لا تنقضي، حسبنا أنها نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وفاكهة وخضرة، حلل كثيرة، ثياب من سندس عاليها من استبرق، فيا عجبا كيف نام طالبها وكيف لم يسمع بمهرها خاطبها، وأحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. الشيخ ثابت عبد الله كده كله أفتمارونه على ما يرى، أفتمرونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى سيدنا